سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا حيث أنزلت إلينا أفضل كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك صلى الله عليه وسلم، بعثته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومبشرا للمؤمنين وخاتما للمرسلين وإماما للنبيين صلى الله عليه وسلم. اللهم إن نبيك ينتقص منه في هذه الأيام، اللهم إن أقلاما تسخر من نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إن أقلاما تسخر من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بالمؤمنين رحيما. اللهم انصر نبيك، اللهم انصر نبيك، اللهم انصر نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل أعماله الصالحة في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،
ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف 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 أميرنا الوالد. اللهم اشف أميرنا الوالد. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم إن قلوبنا لتحزن، وإن عيوننا لتدمع، وإن على فراق حبيبنا وجابرنا لمحزونون. اللهم اغفر لجابر. اللهم اغفر لجابر. اللهم اغفر لجابر. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وجازه بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمنا يوم العرض والنشور، يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم أمنا يوم الخوف. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا،
اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. أنت الغني عن عذابنا، أنت الغني عن عذابنا، وأنت أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا أجرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء، فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا سيدنا ومولانا، يا مالك رقنا ويا سامع نجوانا، سبقت بالقول تفضلا وامتنانا، فقلت يحبهم ويحبونه، والمحب لا يعذب حبيبا، فحرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا ووجوه والدينا على النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وأصحابنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت فتنة في قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين،
يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه يا خير من خلا به وحيد ويا أكرم من آوى إليه طريد إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبا اللهم لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم إلهنا إلهنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله